وانتي بتلعبي يعني، وهرجع لك برضو معاها في نفس النقطة، لانه عادة بيبقى في مواقف كده عارفة بتحصل، منها الكوميدي، منها بيبقى صعب جدا، منها بتبقي تركيزك مثلا اتشتت تماما فبتلحقي كورة. هل حصل لك موقف نقدر نقول عليه غريب وانتي بتلعبي اللعبة دي؟ هو مواقف في التمرين بتبقى كتير. قولي لنا بقى. لا يعني فكرة، بس لما ببقى بلعب مع حد، يعني هو المفروض ان احنا بنتقسم فرق، يعني الرباعيات اللي هو 2 ضد 2، بنتقسم فرق من قبل البطولة بشوية ونتمرن وكده. بيبقى اسهل لما بتلعبوا 1 ضد 1 ولا 2 ضد 2 ولا 1 لوحده؟ ما هو لا ما هو لا ما دي ده ايفنت وده ايفنت وده ايفنت، يعني يعني انهي الاسهل ليك كلاعب؟ هو اصعب الايفنتات اللي هو اللعب السولو اللي هو الفردي، انك صح. تبقى لوحدك على الجهاز وبتلعب، لان ده طبعا بيحتاج مجهود منك شخصي عالي جدا. لكن لما بقى في واحد قصاد واحد طبعا ده بقى ايه، بتبادل الضربات، انت بتضرب ضربه وبعد كده اللي قدامك تاخد بيستقبل الضربة منك اللي قدامها. بالظبط. فيعني المجهود بتاع السولو غير المجهود بتاع اللعب الفردي. تمام، احكي لي بقى. يعني مش فاكرة مواقف بالظبط، بس يعني هو فعلا لما الواحد بيبقى لسه أول مرة ينزل مع يعني حد، يعني بارتنر تاني في الفريق يعني، وبيبقوا لسه مش متعودين على حركة بعض، بتحصل خبطات بقى وكعبلة وحاجات كده، بس يعني بموضوع مضحك يعني. مش امال هتعملوا ايه لما تسافروا بقى تتعاملوا مع لا، ناس ما هو ما التمارين بقى تعرفهمش بتظبط الموضوع يعني بعد فترة؟ وانت برضه يا محمد هو برضه. نفس الكلام، يعني هو مثلا لما سي مثلا انا من نادي الرواد، في مثلا نادي هليوبلس، نادي الزهور وكده، المنتخب بيلم كل الانديه أكيد. بس، فانت متعود تلعب مع زميلك في التمرين في النادي مثلا ده اللي بتنزل معاه بطوله وكده، بتيجي في المنتخب بتنزل مع واحد من نادي تاني، فلسه بقى ايه التاقلم مع بعض في الملعب ما بيبقاش زي اللي بتلعب معاه من زمان بس. فكان هو بقى مع التمرين بقى والاعداد في المنتخب والتمرينات وكده طبعا نتعود مع بعض في الحركه وكده، وغير كده يعني ما بياخدش مننا وقت كبير، لان طبيعي متعود على الحركه بتبقى ازاي. فلما بس هو ايه عقبال ما تاخد على الحركه بس مع زميلك، هي دي بس خلاص. تاخد على الاقل تمرينتين ثلاثه مش اكتر. اللعبة دي ليها سن معين وبعد كده لازم توقفي لعبة أو تتوقفي؟ لا، هي ستارتنج من 6 سنين تقريبا، بتبقى ميني سبيد بول، بعد كده في الآخر بعد سن 21 بتبقى عمومي، بس عمومي بقى زي يعني لحد السن ما زي ما تحب لحد يعني، ما ولا تحب، بس طبعا كل واحد كل ما بيكبر المجهود بيقل. ف إمكانيات بقى؟ بالظبط كده. ف بس يعني عندنا كابتن منتخب احمد فوزي يعني تقريبا 30 سنه دلوقتي او 29 كويس سنه، أوي. فاللي هو يعني وما شاء الله لحد دلوقتي هو كابتن المنتخب وهو التوب يعني، فيعني حاجه كويسه يعني. انتوا اكيد كل واحد اللي فيكم عنده كده زي نقدر نقول ايه، الليدر او المثل الاعلى، خلينا نقول المثل الاعلى ليه في اللعبه دي. اللعبه دي اكيد عالميه وفي كتير جدا. مين اكتر بلد انت شايف ان هم متميزين جدا وبتحب قوي لعبهم؟ عشان احنا طبعا اكيد مش هنعرف اسامي يعني، فنقول البلد. البلد يعني ممكن اليابان مثلا، عشان يعني بيبقوا خفاف في الملعب فحركتهم بتبقى اعلى، مستمتعه انك بتتفرج على ماتش مثلا واحد اليابانيين مع الفرنسيين مثلا. يعني او انت تخاف لما تيجي تلعب مثلا مع حد ياباني؟ هو طبعا بيبقى فيه يعني بيبقى فيه قلق، بس طبعا بس مش القلق اللي هو يخوفك من الماتش بحيث انك تنزل تبقى بس مرتبك او اكيد بيبقى تخسر فيه وكده. تنشن يعني. بس عادة يا مروه مثلا لما تيجي يعني نهى سوري، لما تيجي تنزلي تلعبي بيبقى عندك مثلا زي اي حاجه في الدنيا، مثلا طبيعي. لما تسافر بلد تبقى عارف ان الناس دي شاطره قوي، سرعه سرعه جدا، الناس دي عندها عظم قوي مش عارفه ايه. فعشان كده بس بسالكم ايه البلد اللي ممكن لما تروحوا تلعبوا معاها بيبقى عاملين لها حساب؟ هي اليابان، هي الميزه كمان ان اليابان يعني بيشتغلوا يعني هارد وركرز جدا، فكل يعني كل سنه بتحسي ان في فرق مستوى كبير، فما تبقيش عارفه السنه الجايه بقى، يعني بتحسي ان المنافسه هتبقى اصعب يعني كده. فدول اللي منافسة بيليقوا تبقى شويه بس. تمام. وتقريبا بتتمرن في العادي بقى، بعيدا عن المنتخب، بعيدا عن اي بطولات او اي حاجة، بتتمرن كل قد ايه؟ مرتين في اليوم، 3 مرات، مرة واحدة بس؟ يعني اشرحوا لي تمرينكم بيبقى قد ايه تقريبا. هو التدريب غالبا بيبقى يعني مش اقل من 3 ايام في الاسبوع يعني، لان هي زي ما قلت لك ان هي لعبه رقميه، فزي السباحه كده لازم التمرين يعني. لو السباحه ما اتمرنتيش السباحه لازم يوميا، لان طبعا كل يوم بتحتاج انك تزودي نفس، بتزودي المسافه ايا كان يعني. بس فالسرعه بتحتاج طبعا يعني اكيد يعني مش نفس الفتنس بتاع السباحه، اقل ممكن يبقى اقل حاجه بسيطه، بس لازم تبقى على الاقل 3 ايام في الاسبوع. على الاقل 3 ايام في الاسبوع. ده على الاقل. ده التمرين الووتر باليه او اختلفت تماما عن كرة السرعة؟ لا، تمارين الووتر باليه كان لازم كل يوم يعني، كان لازم كل يوم. لازم زي السباحة، لازم كل يوم. بس في بول حتى لو هنتمرن مثلا 4 ايام او حاجة او 3 ايام في الاسبوع، ممكن الايام التانية اروح اجري بس، يعني مش لازم كل مرة اروح. نفس التمرين. يعني اتليست يبقى 3 مرات في الملعب، يعني 3 مرات مع الجهاز، بس ممكن ايام التانية اروح اجري بس ازود فيتنس كده يعني، مش لازم. لازم كرة السبيد بول لازم يكون الحد اللي بيلعبها يكون حاببها جدا،
ولا اي حد، مثلا لو انا عندي مثلا اخويا صغير او اي، او انا شخصيا عايزه مثلا اعمل العب لعبه، ممكن اخش السبيد بول بعد كده ممكن ابقى مميزه جدا فيها، ولازم يكون عندي حاجه معينه عشان اقدر المع في اللعبه دي؟ هو طبيعي ان يعني مثلا انا شفت اللعبه من بعيد وشفت مثلا فلان بيلعب فعجبني طريقه اللعب فكده فجربت فعجبني، يعني عجبتني فكره اللعبه، عجبتني ان انا مثلا امسك مضرب احاول انشن على الكوره صح، يبقى يعني طبعا دي تبقى حاجه جوه الواحد استريح للعبه فبيلعبها، فممكن بقى ايه يجي مره واثنين وثلاثه لحد ما يتعلق بيها. لكن بس يعني غير بقى لو واحد جه يلعب لا قال خلاص لا مش عجباني، فهي ترجع طبعا كل واحد حسب حسب هو عايز ايه. طبعه ايه. في بنات برضو واخدين بطولات وعاملين انجازات كويسه في السبيد بول. في رؤى الهلالي، وفي هنا في مصر. دول من مصر بس من نوادي مختلفه، يعني مش من نفس النادي بتاعي. في رؤى، وفي الاء من نادي الزهور، وفي منى مختار من نادي الرواد مع محمد عماد، وفي يعني في لا في ناس كتير يعني. يعني في سينيورز في من سينيور. البنات لا لا عشان بس نطمن على المستقبل. وان شاء الله في المستقبل انت في بطولات ان شاء الله بعد فرنسا، في بطولات تانية، هل البطولة بتأهلك لبطولة تانية احسن او اخطر او اكبر؟ في شهر في اجازه نص السنه في بطوله عربيه دي لسه يعني عندنا منتشر عمر رئيس في الوطن الاتحاد، العربي تبقى احتمال تبقى في في الامارات ان الامارات شاء الله. ان شاء الله. دي لسه بقى بيحضر لها منتشر عمر حسين رئيس الاتحاد المصري والعربي، يعني هو قايم بمجهود كبير جدا معانا السنه دي، فان شاء الله يعني ربنا يسهل باذن الله وتبقى برضو بطوله كويسه يا رب وبطوله يا رب ان شاء الله. بطوله مصر والبنات يعني. برضو بتشارك في البطولات دي، ما هي كل انتوا البطولات موجودين بيبقى معاها؟ فيها بنات وولاد، يعني كل البطولات زي لازم بعض. تبقى فيها ايه بقى الاكويبمنت المفروض تبقى بتاعتك ومعاك على طول؟ مضارب. مضربك. ايه هل في لبس معين عشان تحميك مثلا من لو حصل لا اي خطأ او اي لا حاجة؟ لا لا، هو بس هو بتبقى معاك ادواتك اللي هي المضارب اللي انت بتلعب بيها بس، لكن بقيه الاجهزه والكور دي الحاجات دي كلها حاجات اساسيه يعني، حاجات بتاعتهم هم برضه. هم اللي بيوفروها لنا يعني. لكن انت بقى بتبقى معاك مثلا لبسك الخاص بيك، المضارب بتاعتك بس يعني، مفيش والمضرب طبعا ده حاجة أساسي، كل واحد بيبقى معاه طبعا المضرب بتاعه اللي هو دايما بيبقى متعود متعود عليه. عليه. صحيح. تمام. يعني أنا مش عارفة بجد، أنا مبسوطة بيكي أولا يا نهى جدا إن أنت موجودة في لعبة زي دي، لأنه البنات منتشرة ما شاء الله، الله أكبر، يعني في الحاجات اللي زي دي. إيه الدريم، إيه الحلم بتاعك إن شاء الله الفترة اللي جاية دي نفسك تحققيه كبنت في سبيد بول أو في كرة السرعة؟ هو طبعا اول حلم قريب يعني انه نكسب البطولة. في بطولة العالم اللي جاي ان شاء الله، ربنا يسهل يعني، وانه افضل مستمرة فيها بقى وبنفس المستوى إن شاء الله. ان شاء الله يعني. أنت متوقع إيه إن شاء الله في البطولة؟ متمرنين هي كويس؟ طبعا احنا يعني عاملين اعدادات كويسه جدا، فان شاء الله يعني مفيش يعني ربنا ما يضيعش تعب حد يا يعني، رب إن شاء الله. وفي بس باذن الله في يعني. تاريخ اللعبة، في الهيستوري بتاع اللعبة، حصل إن احنا كسبنا كتير في اللعبة دي؟ احنا الحمد لله واخدين بطوله العالم يعني من تقريبا من 2006 او 2005، واخدين تقريبا كل ميداليات الذهب يعني، يعني واخدين الحمد لله 8 ميداليات ذهب 8 ميداليات ذهب، مفيش ولا ميداليات البطوله، مفيش كله، ولا بطوله يعني مفيش ميداليه ذهب خرجت من بره مصر يعني. دي حاجة هايلة. طبعا كل اللي كسبوا او كل اللي جابوا البطولات كانوا ولاد؟ لا 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 اولاد لا، وبنات، في بنات. لا لا في بنات. لا لا، زي اللي انتي قلتي عليها اللي هي بنات، رؤى هما دول. وأداية ونورة، يعني ناس كتير يعني. طب كويس، يعني هي مش لعبة صعبة قوي على البنات، عادي. لا لا، زيها زي الولاد، ما فيش. مش لعبة عنيفة يعني، بحيث ان يعني اي اصل انا بنت حاسه مثلا ان هي عارف معتمده اكتر على العضلات، يكون تمام. عندك عضله تستحمل السرعه الفظيعه دي. ما هو بقى مع المجهود يعني، مع كل يوم تمرين او مثلا مع في مدرب في احمال معينة هو بيمشي معاك على نظام، فطبعا كل ده بيقوي بقى واحدة واحدة يعني، لاني مش عارف لازم. دايما ارجع اسالها، طب هي البنات مش عارف ايه، لاني بحس ان دايما البنات عضلاتهم طبعا ارق بكتير من اي ولد بس هي يعني. بتعتمد برضو على فكرة يعني، هم يعني مش سيمبلي ان واحد يبقى عنده طب لا عضلات. كلميني بقى عن موضوع الفكرة ده، يعني في استراتيجي او في حاجة بتلعبي بيها عشان تقدري تكسبي غير قوة الايد؟ في استراتيجي طبعا، لو انا بالذات في الماتشات لازم استراتيجي، ابقى عامله حسابي ان انا هلعب السيرف وبعدين هي هتعمل لي كذا، هعمل كذا، يعني يبقى عندي كذا سيناريو للبوينت ان انا اكسب بيها يعني. وحتى لو انا بلعب لوحدي بيبقى عندي سيناريو ان انا عايزه اجيب في الشمال، عايزه اجيب رقم معين عشان اعرف اظبط في دي، يعني
يبقى في استراتيجي دايما يعني. جود لك ليكم انتوا الاثنين ان شاء الله في البطوله اللي جايه دي، وترجعوا تبقوا معانا عشان تقولوا لنا ان شاء الله ان انتوا كسبتوا وجبتوا ان شاء ميداليه الله الذهب. باذن الله. اوكي، بشكرك جدا جدا يا محمد، ميرسي. شكرا. بشكرك يا نهى، ميرسي جدا. مشاهدينا، دي كانت اخر فقره معانا النهارده. كان معانا محمد وكان معانا نهى كمان، هم داخلين على بطوله العالم في فرنسا، ربنا يوفقهم ان شاء الله يجيبوا لنا الميداليه، لانه دي من الرياضات المهمه واللي لازم كمان يبقى عليها سبوت لايت من الناس هنا في مصر ومن الجهات المعنيه. بشكركم جدا، ونشوفكم ان شاء الله بكره في يوم جديد وكاست عمل جديد، ونهارك سعيد.